السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ بص يا جدعان، جايب لكم شرح يعني من الاخر بقى ازاي تجيب 1000 جوهره يوميا او ازاي تخسر 1000 جوهره يوميا. يعني دي او دي مش متاكد. فبص انا مبدئيا كده، يعني مبدئيا الشرح دور الناس اللي معاها بوكس، يعني لو معكش بوكس فانت يعني انصحك كده ما تكمل، او لو هتكمل يعني بس بقى فما تنساش بقى يعني قبل ما تطلع كده اشتراك. خلينا بقى نوصل يا جدع للبطوله بقى وحركاته وبتاع والاسم الاصفر بقى اي حاجه كده يا جدع. ولا اقول لك يعني كمل الفيديو، كمل الفيديو خلاص، انا يعني كمل الفيديو ان شاء الله تستمتع برضو معانا. المهم ان انت تستمتع يا جدع، سيبك بقى من اللعبه والحاجات دي، اهم حاجه ان انت تستمتع. طيب بص كده، يعني فلو معكش بوكس فانت باذن الله كده برضو هتكسب معانا في مره. عارفين اصلا ده ساعات كده في القناه، عارف اللي هي في الاحصائيات بتاعت القناه اللي هي بتاعت هاو بيبول فايند يو، او ازاي الناس بتلاقيك في البحث كده، بشوف ناس بتبحث عني ازاي. عزيز استنبل بس، بتكتب كده عزيز استنبل بس في البحث وبيظل لها عزيز. انا حاسس الناس مفكره ان اسمي عزيز اسطنبل باس، والله يعني انا خايف كده مثلا اقابل واحد في الشارع في مره كده يقول لي ايه، مين عزيز اسطنبل باس؟ ايوه عزيز يا ابني اتفضل. بص بقى عزيز، خلي لك انت بقى عزيز دي واديني اسطنبل باس. طيب يا جدعان بصوا، خلينا يعني اشرح لكم الوضع ده. يا جدعان في البلوك داش ليجندري، فاكرين اللي هو كنت تدفعوا 50 25 جوهره او 20 جوهره؟ شايفين دي تدفع 20 جوهره، ولو فزت 50 صح يعني بتكسب 30. بص بقى نزل لك واحده جديده اسمها تشالنجر بلوك داش، دي بقى تدفع 50 فزت تاخد 125، ما فزتش تخسر 50. يعني بقول لك بقى ده سلاح ذو حدين، يعني انت بقى ولعبك، فانت لازم تكون محترف. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت يبقى معاك بوكس بس كفايه، ويكون معاك راس طبعا عشان الحركات في بلوك داش ليجندري محتاجه طبعا شغل وبتاع، ومحتاج بقى ان انت تكون بتتفرج على عزيز كويس. ليه بقى؟ عشان تكون محترف، انما لو انت محترف كده بالفطره فبرضه ماشي، يعني المهم ان انت تبقى معاك بوكس وباذن الله هتيجي معاك بقى. تمام، تتدرب كده على البلوك داش، لو معاك صاحبك ابن الحلال اللي بيعمل لك رومات بلوك داش ماشي، بس بقى تتدرب على البلوك داش كده وتتعود عليه وتفوز. فانت في اليوم الواحد انت متخيل مثلا يعني لو فزت 20 مره، لو فزت 20 مره تاخد 1000 جوهره، متخيل يعني مثلا ده باعتبار ان انت ما بتخسرش يعني. فهديني مثلا دوسته على 50 تمام، وفزت 20 مره، فزت 20 مره في بلوك داش، انا كده مرتين بس بيعملوا 100 مثلا، 100 وفي 25 25 يعني 150، الفوزتين بس ب 150 جوهره. انت متخيل يعني الخمس ال 20 فوزه بس، اضرب لي كده يا ابني 20 في ال 20 بس، قول ان هي هتعمل 1000 جوهره، وفي كده 25 من كل واحده يعني تضاف على يبقى 250، يعني 1250 جوهره. لو انت كل يوم كده هتلعب لك 20 جيم، لكن انت ممكن تزود طبعا براحتك وتكسب، ده باعتبار ان انت تكسب. فلو انت كده يعني منوب هيبقى العكس، هتخسر 1000 جوهره كل يوم، فخلي بالك من الحوار. يعني مثلا اخش معاكم جيم اهو يا عم ونشوف الوضع عامل ازاي. يلا بسم الله، هندفع 50 جوهره، شايفين؟ ولو وصلت اخر جوله هتاخد ال 50 بتاعتك. طب وصلت فزت مره واحده بس هتاخد ال 25، يعني كانك خسرت 25 جوهره، لكن فزت طلعت من اول واحده يبقى كده انت كده خلاص، يعني ما ال 50 بتاعتك ضاعت، هتفضل بقى تخسر 50 في 50. فانت يعني لازم يعني تكون يجي منك. فتمام، عايز تحترف اللعبه بقى خش بقى راجع الفيديوهات اللي فاتت. تمام، وبرضه يعني لايك كده بقى، اشتراك كده يا معلم، خلينا ايه نجيب الاسم الاصفر. انت عارف والله قدمت على الاسم الاصفر، يعني قلت لهم يا جدعان عاوز الاسم الاصفر بقى، قالوا لي بص انت يعني قالوا لك حاجات صراحه مش منطقيه، بس انا قلت خلاص يعني برضه، لان انا ما ينفعش ان انا اقدم دلوقتي مثلا ويكون عليا امتحانات فاجي اقطع، مش هتكون حلوه يعني. قالوا لك ان انت مش عارف في الفيديوهات بتاعتك، في فيديوهات كتيره مش جايبه 5000 لايك، فاعملوا لايك يا جدعان عشان ما يبقاش ليهم اي حجه خالص. هم ما اتكلموش على عدد المشتركين بس برضه عشان ما يكونش ليهم اي حجه. قالوا لك ان انت برضه مش بتنشر بما فيه الكفايه، فدي مشكلتها امتحانات، يعني لو ما فيش امتحانات كان زماني نشرت، يلاقوا كل يوم في نشر. وبرضه انا لو كنت بفتح استريمات كنت خدت الاسم الاصفر وش، لان الاسم الاصفر بالنسبه للاستريمات متطلباته سهله. قال لك ان انت يبقى البيك بتاعتك 100، فمية دي سهلة أصلا، يعني ده أنا آخر ستريم عملته كانت البيك 200، فمتخيل؟ فإن شاء الله إيز يعني. لو لعبنا ستريمات، وأنا إيه اللي يخليني ما أعملش ستريمات مثلا دلوقتي؟ النت يا باشا ما يسمحش، وبرضه امتحانات يعني وبتاع. بس تمام يا جدعان، فإن شاء الله بقى إيه تاخد لك كده جواهر من الإيفنت ده، إن شاء الله إيفنت سهل يعني. شايفين إدينا فوزنا أهو، يا دوبك بنحكي بس، شغال أحكي معاكم وفوزنا أول جيم، الموضوع ايزي جدا. طيب ده تاني واحده اهو، كل اللي احنا محتاجينه بس نفوز دي بس وكده ناخد حقنا، يبقى خدنا ال 50 بتاعتنا. لو فوزنا بقى الجيم كله يبقى كده ايه ناخد ال 125، وهكذا بقى تفضل تجمع وهكذا. يعني حلوه، لو انت لعيب كده ويجي منك فانت كده بص هجمع الاسطمبل بس في ثانيه، يومين بس كده يعني، متخيل؟ في اليوم 1005، في اليوم الواحد لو لعبت لو فزت 20 جيم تاخد كام؟ لحظة بس يا جدعان نخلص على الواد ده بقى عشان
هو الواد ده عامل فيها لعيب اللي هو الجي اكس ده، ان هو شايفين عامل فيها لعيب. انا بس اركز مع الواد ده عشان ايه. انا بس حاسس الايموتس عندي مش محطوط. ايوه هو محطوط تمام، شوف بس البوكس محطوط ولا لا. تمام كده كل حاجه محطوطه، اركز بس مع الواد ده يا جدعان عشان عامل فيها لعيب. ايه ده ازاي؟ ايوه يا رب يكون خسر. هو مش عارف هو اخر واحد خسر ولا في واحد قبليه منه بخسر، ان شاء الله يكون هو اللي خسر. ابلع ابلع بس يعني كده الواحد عشان يعرف يحكي كده بدماغه. انا برضو محظوظ الصراحه، لا لا الاختراق دي كان زمان انا خسرت. المهم انا هو بص اكيد يعني مقهور دلوقتي، وانا مبسوط ان انا يعني عشان ايه ما يفكرش ان هي بالساهل بقى. مش اي يوتيوبر كده يبقى معاه كلمه برو يبقى ملوش فيها، لا يا حبيبي يوتيوبر يعني في يا عمر على البوكس يا عمر. والله العظيم بص يا جدعان يعني انا شفت هو ده الكلام بقى اللي تعمل فيه اللي تعمل ال 125 جوهره. هو شوفوا ده كمان المين والدواء. تمام هو فاضل، هو شايفين البتاع ده هو عايز يخسر برضه، لازم نخسره. ابلع بقى الله ايزي. شفتوا يعني الموضوع سهل، الموضوع بس محتاج منك تدريب كده، وان شاء الله ايه هتجيب ال 125 وهتفوز لك 20 مره. يعني بص كلها كده بتاع يمكن 3 ساعات تلاقي روحك فزت 20 جيم لو انت يعني باذن الله كده فيك. بس طبعا في حاجات نت بقى ومش عارف ايه، ومش كل جيم هتفوزها طبعا. بس يعني المهم ان انت هتجمع لك يعني يا عم بص بحد كده، لو قفلت معاك خالص قول 500 جوهره مثلا، هتفوز لك 10 جيم ب 500 جوهره مثلا. ال 500 دول اليوم اللي بعديه تعمل كمان 500 مش عارف ايه تجيب لك حق الاستامب بس. يعني الموضوع ايزي بس زي ما قلت لك انت محتاج بوكس، يعني لو معكش بوكس بقى فربنا يعينك ان شاء الله تكسبه من عزيز اسطنبول باس على حسب الناس دي اللي بتسميني. والله الناس مسمينا عزيز اسطنبول باس يا جدعان، انت متخيل قابل حد كده في الشارع مين عزيز اسطنبول باس يا جدعان؟ لا 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 ايوه بالله 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 والله انا مش فاهم ايه اللي حصل، يعني ازاي ما عدتش ما تعرفش. شفت فهو ده اللي ممكن يحصل معاك، ممكن تفضل تلعب برضه ويحصل حاجات هبله زي اللي بتحصل دي ما تلاقي روح بستش. بس الحمد لله بص خدنا ال 50 بتاعتنا مره كمان مره، هو خدنا ال 50 بتاعتنا يا جدعان يعني ولا يا دار ما دخلك شر. تمام مش تعالوا كده نلعب كمان جيم او نفوز لكم بقى جيم عشان تشوفوا الوضع عامل ازاي. فين يا جدعان الواد دخل معايا مره تاني يعني بصوا ناوي ينتقم المره دي، يعني عارفين الواد استنى لغايه ما انا خسرت وراح دخل كمان معايا مره تاني. ربيت ال بص الواد دلوقتي هتلاقيه هيعيط اقسم بالله، بص يمكن هيعيط والله هتلاقيه هيعيط يا جدعان. تاني مرة بلعه يا لهوي يا جدعان على الضحك، الواد تاني مرة يخسر مني هتلاقيه شغال يتفرج عليا وعامل اسبكتيت عليا. هو اخره كده اخره يعمل اسبكتيت عليا بس يا لا بعدك. يعني متخيل بعد ما خسر مش يدخل جيم تاني زي الناس، لا فضل مستنيني قال ايه قال عشان يبلعني قال ما عرفش ان هو بيلعب عزيز. هو بص التاني اللي اسمه محمد ليه كده بس يا محمد ده احنا نعرف زي بعض يا محمد. طب تعالى يا محمد والله العظيم يا محمد بص ايوه لا لا ماشي. هو شوف محمد كان بيعمل لي كيك، بيعمل لي كيك محمد ماشي يا محمد. هو بص محمد زي هيخسر زي منه ماشي يا محمد. تعالى يا محمد يا محمد تعالى يا محمد خد يا محمد يا رب الشوك ما مي... 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 ايوه الحمد لله خلاص بقى يا شوك يا ده. هو كده كده بقى خسرنا 50 جوهره يعني ما مش ينفع كده يا جدعان كده ما ينفعش كده لا ده كده بنخسر. هو ما بقول لك انت دي سلاح ذو حدين، انت ممكن يا تكسب يا تخسر. بس انا هدخل كمان مره عشان اشوف الواد اللي خدته بالهج ده يمكن يدخل مره تاني كمان واحط عليه كمان مره تالته اخليه بص يعني يمسح اللعب. بس يعني حلوه لو اللعيب ان شاء الله يعني انت العب سيف العب سيف. بس انا كده يعني بلعب كده اي كلام علشان عشان يعني عادي كده كده ان شاء الله الجواهر كتيره يعني فعادي. لكن لو ركزت انا هجيبها خلي بالك. تحب اركز تشوف كده لما عزيز هيركز هيعمل هيحصل ايه؟ يلا عشان خاطركم يلا المره دي بص هجيب لكم الجيم تمام يا جدعان يعني اهو ايوه
بص الواد هينط. كنت هعمل له حركة حلوة والله. ماشي، المهم بس نخلص من الناس اللي هي بتعلق عليا دي. اهو ماشي، مين هنا اللي معلق عليا؟ يا عمر على البوكس والله. ماشي ازاي ماشي والله العظيم حلو. طيب والله بص بطير يعني، كله تطير، بس لازم ايه يعني تحاول انت يا ابني. شفت شوف اللي قنصنا بالموزة ده. ماشي ماشي، هو الواد ده معلق عليا، اللي اسمه اللي لابس نفس السكين اللي انا لابسه ده، هو اسمه مش عارف ايه كده. ايوه هو ده عامل فيها لعيب. طب تعالى تعالى اوريك انا يا حبيبي مين هو اللعيب هنا. تمام، فان هو اللي هو لي رات جازاجوز. ماشي، بس خلينا نعدي الحتة دي عشان الحتة خطر. ايزي ايزي، ده اول جيم. طيب ادي تاني راوند نتخلص بس من الواد ده عشان عامل فيها لعيب. اه شايف، شايفين جالي ازاي؟ هو شايف شايف. بص تعال اعمل كده ايموتس، اعمل كده ايموتس عشان انا الهج. بص يعني ما حطيتش ايدي غير على الهج. اعمل ايموتس اعمل. ايوه تعالى بقى. والله بص مستنيه يعني. تعالى انت تاني عايز تيجي؟ ما يعرفش ان انا باخد هج على طول ده. طيب تعالى والله العظيم الهج يا جدعان يعني. بصوا لو هتلعب لي هج ما مش ما. طيب ماشي اهو، الواد هو لسه عايش، الواد اللي لابس. بس تعال ماشي. حلو حلو حلوة يا جدع. هيخسر بقى والله، كان هيخسر مش عارف ازاي. ما ايوه اهو. ايه ده، ازاي عمل الايموتس بتاعته بسرعة كده يا جدعان؟ طيب ماشي. لا ايه ده، كلكم عليه ولا ايه يا جدعان؟ كل ده عشان معايا يعني اسمه وبتاع. ماشي طيب، انا المشكلة مش مركز يعني، ده اجي اركز على ده الاقي ده ضربني. طيب ماشي تعالى بقى، مش هيخسر. طيب حلو، انا حاسس الواد الايموتس عندي بيتحمل بسرعة قوي. ايوه طيب تعالى بقى، ولا راح فين؟ ايوه ابن اللذينة، ما عايز يبلع، ما عايز يبلع. طيب ماشي ابلع. حلو، فاضل لسه ما خسرش برضه. اكسر بقى يا جدع يا ابن الله. حلوه يا دي يا مش عارف. المهم يا ابن الله يخرب بيت حظه. طيب خسر كده. يا ابن الذين رد محظوظ قوي يا جدع. طيب ماشي يعني، بص انا مش هسيبه غير لما احط عليه. لا 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 يا خلاص بقى. ماشي الحمد لله اتسترت، ان شاء الله الاثنين هيخسروا يعني. ايوه ايوه الحمد لله كليتشاتو. الواد يخسر بقى خلاص، الحمد لله خسر. ابلع، تقف مستني بس، مستني الواحد. طيب ماشي حلو، فاضل ما فاضلش غير واحد يعني. انا قلت لكم الجيم ده بتاعي. خسر بقى يا جدع. فنوة فنوة من فوق من فوق. لا 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 لا. ايوه ابلع والله. بص حركات حركات وبركات. كنت اعمل له حركة حلوة والله يا جدع. الحركة دي ما بتنفعش ليه؟ ما انا مش ليه يعني جليتش نط ليه؟ طيب ليه والله يعني محظوظ، انا كنت مركز بس اعمل له انا جليتش نط ده اعمل له ايه والله يعني حرام يعني. الحاجه الوحيده اللي انت تخليك ما تكملش تلعب الحاجات دي اللي بيحصل. بص يا جدعان خلاص، المهم ان انتوا فهمتوا الفكره يعني. تمام، هتلعب كده هتفوز، بس يعني لو حصلت بقى معاك جليتش نط بتاع ف يعني انا ماليش دعوه. انا قلت لكم يعني ما تدخلهاش عشان دي بس سلاح ذو حدين يعني. محترف عارف نفسك، واثق من نفسك، ادخل على طول.
مش حاسس ان انت هتخش تعك كده، فبلاش. تمام يا جدعان، بس كده، ده كان يعني الشرح كده بتاع. اتمنى ان انتوا ما تخسروش كل جواهركم، يعني اتمنى ان انتوا ما تخسروا. تمام، ف يعني خلي بالك بقى وانت بتدخل، علشان ممكن تخسر برضه، يعني وارد جدا. لو وصلت معانا لغايه هنا فانت يعني انسان اسطوري جدا، فيا ريت بس ساعدنا يا جدعان، ساعدنا كده نوصل الاسم الاصفر. بص يا جدعان، نعمل لكم سحب بقى، السحب يا جدعان على، بص بصراحه الاستعمل بس هيكون متعب، فخلينا نعمل سحب على توكن يا جدعان، سحب ال10 اشخاص يا جدعان. تمام، 10 اشخاص على توكن، يعني 5000 توكن. صح كده، 500، ايوه هي 5000 توكن يا جدعان على 10 اشخاص. تمام، كل اللي انت عليك بس تكتب لي اسمك في التعليقات، اسمك مش عايز غير اسمك، او لو هتكتب اسمك وحاجه تاني، يعني مثلا استمر يا عزيز بتاع، فخليها في فصل، يعني مثلا استمر يا عزيز بعد كده خد مسطره وانزل تحت كده، يعني خلي كل واحده في سطر. تمام، علشان ما تكونش لازقه في بعضيها كده، الاسم يكون واضح وما وراهوش حاجه ولا قدامه حاجه، عشان اعرف اخده نسخ كده وما يحصلش غلط زي ما كان بيحصل. تمام يا جدعان، بس كده يا جدعان، ما تنساش لايك واشتراك، والسلام.